المحبة والخير والصحة أكيد ترافق كل حدا عم يتابعنا بحلقة جديدة من برنامج دامسكو على شاشة العالم سوريا. حلقة جديدة عم نطلع عليكم فيها لحتى نقدم لكم مواضيع مختلفة بالمجال الاجتماعي وبمجالات متنوعة جدا. ولكن بالبداية رح روح لحتى سلم على زميلي بشاري. سعد لي أوقاتك يا بشاري. فاطمة كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. يعني دائما بدايات الأسبوع هيك بتكون مميزة وإلى طاقتها الخاصة. لازم. فدائما الأمنيات للمشاهدين دائما ببداية سعيدة، ودائما البدايات السعيدة بتكون مميزة وتكون إلى حالة حلوة خاصة مع بداية الأسبوع. حلتنا لليوم مواضيع كثيرة وأيضا يعني تخصصاتها متعددة رح نحكيها، ولكن هلأ رح نروح لفاصل صغير لنشوف فريق الإعداد لوين رح ياخذنا. فاصل ونرجع لنبدأ بأولى فقرة. دائما يعني موضوع الخصوصيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيثير مخاوفنا بين الوقت والتاني. ممكن نكون عم نعمل لوجين او تسجيل دخول لاحد المواقع وما تزبط كلمه المرور، وبيبدا الدعاوي ونجلس قعدتنا انه يا جماعه في شيء غلط. شو صاير؟ تماما. فمن يومين خطر ببالي سؤال، في حال صار في مشكله تقنيه وجوجل صار يخبر الناس نحن شو عم نعمل بحث عن او شو عم ندور ضمن هذا هلا هي البرنامج او هذا المحرك البحث اذا بدنا نقول. هلا هو الفكره انه انت مو بس انت يعني عم تخترق الخصوصيه عندك، وانما كل افكارك صارت للعموم. صحيح. يعني تلاحظك طب يا الله معقوله انا حدا يشوف اني عم ببحث عن نمر الوردي مثلا وانا عمري 22 سنه؟ طب ليش مثلا؟ صحيح. خطرت ببالك هي القصه شي مره انه انا في حال حدا او جوجل نشر هي القصص اللي عم نبحث عنها بطريقه عشوائيه؟ هلا لا ما خطرت ببالي للامانه، بس لما انت جبت السيره فكرت انه قديش ممكن تكون افكارنا نوعا ما غريبه بالنسبه لاشخاص مقابلنا. ممكن مثلا شخص عم يبحث عن اشياء بعلم الطاقه ونحن قاعدين عم نبحث كيف يمكن تصنيع النودلز، كيف مدري شو، او هدول تبع اعاده مقاطع اعاده التدوير بتلاقي عم دور كيف يمكن ان تشحن التليفون مثلا من بطاقه بدون كهرباء. فهي الاجوبه اوقات بتكون من فراغ، اوقات بتكون انه نحن مجرد فضول بدنا نعرف، واكيد ما عم نسخن القصه لهي المحل يعني. ولكن ببعض الاوقات بيخطر على بالنا اسئله عن جد بنتوجه لجوجل مباشره فيها. هلا بعض الاوقات او هيك بجوعه بنقول انه هذا الموضوع غلط ولازم نعتمد شوي على مراجعنا، ندور اكثر، نرجع للكتب اكثر. ولكن بالمقابل هي لغه العصر وما فينا نستغني يمكن عن هذا المحرك. او بس تكربج الامور معك مثلا، بترجع يعني اشياء انت بتعرفها ولكن خلص بتفقص وبتنساها. كيف بدي اعمل تراجع على الكمبيوتر؟ صحيح. كنترول زد كنترول، خلص انه شغله نحن بنعرفها ولكن بالنهايه اكيد هو شيء محرج. وبعيدا عن انه شيء محرج الاشخاص تشوف شو نحن عم ندور على جوجل مثلا، انما بالاضافه لانه هذا مستوى من الخصوصيه المفروض انه يكون عم خلينا نقول في مراعاه لهي النقطه. الاهم انه ما يصير، لانه يعني اذا صارت المشكله يا جماعه انا ما دخلني، بس هو مجرد توقع يعني. على فكره هو دائما بيقولوا انه ما تفتكروا انه هذا الشيء هو يعني تام بالخصوصيه والحمايه، لانه بالنهايه القائمين بهدول الشركات هن عم يشوفوا مثلا شو انت. صحيح. عم تحضر، شو انت عم تبحث، بيشوفوا كل هالتفاصيل هي. صحيح. فالمفروض انه انت تكون بالفعل منتقي للافكار يلي عم تشوفها ودور على اشياء مهمه. يا تماما. ففاطمه هذا السؤال ايضا سالناه للناس، هل خطر ببالهم انه يفكروا بهي القصه؟ وفي حال صارت شو رح تكون ردات فعلهم؟ متابع كل هي التفاصيل بالاستطلاع القادم.
يخرب الدنيا كلها. ما بعرف يعني بصراحه راح يستغرب كثير يعني، راح يعطي على الاقل سمايلات متعجبه يعني كان حكى جننتوني. شو ممكن يصير يعني؟ ما بعرف، ممكن انه يصير كثير شغلات. مصيبه، كان خرب بيوت وليك عم تخرب الدنيا. يمكن ماذا لو جوجل قال كل شيء كانوا يبحثوا عنه الناس؟ يعني لو جوجل كان له لسان شو ممكن يحكي؟ ما الناس تبحث على كل شيء، يعني نص اللي بيبحثوا عنه غريب. يعني اذا شاف منام بيبحث عنه بجوجل، اذا شاف شيء هيك شغلات. في منامات سمعتها، ايوه في منامات سمعتها جد، انه بدها باقره لحتى وينك تفسرها. العالم بيكتبوا على جوجل شغلات غريبه كثير، يعني ما بتخطر على بال حدا بيكتبوا على جوجل، فاذا ممكن تصير يعني حسب. يعني لو جوجل كان له لسان شو كان حكى؟ كان حكى يعني عفوا منك، يعني الله ياخذ هالشعب وهالعقل عنده، لانه كل واحد بيكتب من عنده، يعني يكتب شغلات ما بتخطر على البال. ما ضل حدا بيفكر بعدين انه خلص اعتمدوا على هالشيء هن. شو انت كنتي عامله سيرش اخر شيء على جوجل؟ عن صور مشان دورات بصراحه. دورات شو؟ دورات بكالوريا. عن هذا عم تبحثي عن جوجل؟ حاليا. جن جوجل ولا ما جن؟ لسه حاليا. وانت عن شو كنتي عامله سيرش على جوجل اخر شيء؟ انه عن انجليزي، عم ترجم كلمات انه كيف اقراهم بالانجليزي كنت. يعني هو الجوجل نفسه بيحتار شو بده يساوي، لانه في عالم، في شغلات كثير سخيفه بدور عنها، في كثير شغلات سخيفه بدور عنها على الجوجل يعني في عالم. فهو الجوجل بده يحتار ساعتها شو بده يعمل، شو بده يساوي. في شغلات يمكن يدوروا عليها ما يلاقوها بالجوجل، حتى على قد ما انه شغلات سخيفه يعني. يعني انت اخر شيء بحث عنه على جوجل شو كان؟ لا، في شغلات مهمه نحن بندور عليها، بس في عالم سخيفه بتكون قاعده ما عندها شيء، قاعده هيك فايقه ورايقه، بتقعد بتحط شغلات هيك سخيفه بدور عليها، فهو الجوجل بيعجز انه شو بده يطالع له اجوبه يعني. يعني ممكن يستفيد او يتعلم الانسان من بقية الحياة ويستفيد من يعني المعلومات الموجودة فيه. ممكن يعني يسأل عنه مواضيع بتخصه مثلا، ممكن للأمور الدراسية لأولاد ولا كذا، عرفتي كيف؟ هذا ممكن يستفيد منه. جوجل صار عنده إشارات استفهام على أسئلة الأشخاص. إيه أكيد، لأنه صاروا يسألوا أسئلة يعني إمتى الواحد لازم ينام، إمتى الواحد لازم يفيق، إمتى شو لازم يعمل، يعني صارت الأسئلة كتير تافهة، عرفتي كيف؟ فصار يعني يعمل استعجاب. كان قال يعني خلاص اعتقوني يعني، ولا امتى يعني حاجه يعني. في اسئله كثير العالم بتسالها لجوجل بتكون ما لها علاقه اصلا لا بمنطق، يعني ممكن واحد يفكر فيها شوي تطلع معه، بس العالم بطل يفكر دغري، صار يروح على جوجل شو هي مثلا امتى بتجي الكهرباء بسوريا. ممكن تجي الكهرباء بس اخر مره تحممت. امتى اخر مره تحممت؟ لقيت خبز ولا ما لقيت؟ بتسال الناس على جوجل انه كيف ممكن احصل على سعاده بارخص شيء ممكن، يعني مثلا بدوروا على السبل للسعاده على جوجل مثلا. انت شو اخر ثلاث شغلات كنت باحث عنهم على جوجل؟ والله قليل استخدمه بصراحه، ما كثير يعني، بس احيانا بدور على يعني على اماكن مثل وزارات معينه او اماكن بالشام هون، يعني بستعين فيه يعني كدليل. يعني جوجل شغله صار حضارة، يعني ما عاد في حدا يفوت مثلا على الفيس يبحث عنه، لا بفوت على الجوجل بحط الشغل اللي بده اياه بيطلع. واكيد بيصير في خربان بيوت بعدها وهالامور هي يعني عليها الجوجل اكيد. يعني خربان بيوت مثل كيف يعني؟ يعني شو مثل كيف يعني؟ في شغلات بتصير على الجوجل، بصير بده مثلا يبحث عن شغله بفوت على الجوجل بياخذها، بفوت على الجوجل على شغلات كثير كبيره كمان بفوت وبيلاقيها اكيد يعني.
دائما ما يتم اتباع مجموعة من البرامج ضمن الشركات وضمن وسط العمل لتطوير العمل، لزيادة خبرات الأشخاص العاملين بشركة بمكان. يعني ما رح نخصص اليوم بهذا الجانب، لأن دائما يعني وسط العمل واسع متطور، ودائما في عنا إذا بدنا نقول مجالات جديدة عم تدخل على سوق العمل، وبالتالي بحاجة لتطوير مستمر، مجالات جديدة وطاقات جديدة. وأكيد صحيح. يعني أي مؤسسة أي شركة دائما تسعى لرفع سوية الإنتاج، سواء كان إنتاج معلوماتي أو حتى إنتاج بشكل عام. اليوم في برامج متخصصة بمجال التدريب، وأكيد رح نحكي عن أحد هالبرامج. رح تكون معنا الدكتورة فاتن نظام، مدربة معتمدة دوليا في العلاقات العامة وتنمية المهارات، وصارت معنا ضمن استديو دامسكو. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة فاتن. يسعد أوقاتكم. أوقاتك يا دكتورة، ونورتينا اليوم. تسلم لي. الله يخليك يا رب، دائما وقت تحلي هيك طاقة إيجابية بترافقك يعني مجرد وصولك. دكتورة، اليوم بدي أبدأ بموضوع التي أو تي. دائما عم نسمع هذا المصطلح مؤخرا بشكل كبير، عم نسمعه من قبل الاشخاص اللي عم يخضعوا للتدريب ومن قبل المدربين ايضا. صحيح. خلينا ناخذ فكره عن هذا التدريب او هذا البرنامج. هذا البرنامج حقيقه برنامج اعداد المدربين، يلي هو صار مطروق كثير خلينا نقول بسوق العمل وحتى قدام العالم وقدام الفئات المجتمعيه وبمختلف الفئات. صحيح. حلاوه هذا البرنامج انه هو ما له موجه لفئه معينه، هو موجه يعني نحن دائما في عندنا دائما اي برنامج تدريبي في عندنا الفئه المستهدفه، فنحن عندنا الفئه المستهدفه هي كبيره بهذا الموضوع وهذا التدريب، يعني احنا مثلا بيستهدفوا العالم اللي بتجي لعنا اعلاميين، دبلوماسيين، اشخاص، اساتذه، معلمين باي اختصاص هو بيجي لعنا، يلي هو عباره عن هذا البرنامج. هو برنامج كبير تقريبا بين 50 ل 60 ساعه تدريبيه، هو بيعطي صناعه مدرب واعداد حقيبه، وهذا اللي بيمتاز فيه اعداد المدربين. يعني مشان هيك الفئه المستهدفه تبعه هي كبيره كثير، لانه هو ما عم يختص مثلا بمجال اداره، ما عم يختص بمجال محاسب، ما عم يختص باي مجال مثلا مثل ما تفضلت وحكت الاستاذه انه مثلا انه في كثير برامج تدريبيه متخصصه، ولكن هو هذا عم بيكون لفئه عامه، فئه يلي مثلا في ناس بتجي لعندي مشان الثقه بالنفس، فهو 100% بيعطي الثقه بالنفس، هو بيعطي قوه الحضور، بيعطي الكاريزما، فن الظهور، نحن اهم نقطه مهارات الالقاء. صحيح. فكرمال هيك الفئه المستهدفه كثير كبيره لاعداد المدربين، بالاضافه اعداد المدربين اللي عم يتوجه عليه بصراحه العالم انه هي عم تعطيك بعد هذا البرنامج صفه انه انت مدرب، يعني تماما، يعني مثلا هلا اخذنا اي كورس تدريبي، اوكي انا هي تطوير مهني، تاهيل او خبره او خبره، او انا مثلا بحاجه لهي الشركه مثلا مهاره معينه لازم اتمكن منها، فانا بعمل برنامج. ولكن اللي عم بيكون نحن باعداد المدربين اللي هو انت بعد ما متخلص عم بيكون عندك اسم قبل اسم حضرتك، اسمك مدرب او مدربه. تمام. فهو هون خلينا نفوت بالشق الاقتصادي العالمي، يعني مثلا انه الصبح مثلا هو بيكون محاسب، طب هو عنده خبره وهو بده ينقلها للعالم، وكمان بيطلع مبلغ محترم. صحيح. تمام. فهو بيقوم على عمليه تدريب العالم بالمهاره اللي هو اكتسبها اللي هو المحاسبه، بس انا بعطيه الصناعه. تمام. هي انا تماما. طيب دكتوره فاتن، خلينا ننتقل شوي للمحاور يلي بتقدمها برامج التي او تي اليوم. هل تختلف المحاور بين مثلا في مستويات مثل باقي مثلا نشوف كثير برامج في لها مستويات متعدده؟ تمام. تختلف المحاور، هل يوجد مستويات بالتي او تي ايضا او لا هو كورس كامل موحد يعني ما فيه؟ هلا خلينا نحكي على كلمه المحاور. نحن في عندنا دائما بكل برنامج في محاور النقاط الاساسيه اللي انت مثلا ليه دخلتي هذا البرنامج؟ انه انا في عندي محاور معينه انا عجبتني فانا دخلت كرمالها. وهذا انا بلشت الحديث، يعني مو كل حدا بيجي لعندي على برنامج اعداد المدربين هو ليصير مدرب، هو احيانا ما بده يكون مدرب، هو مثلا نحن المحاور اللي بياخذها مهارات فن الالقاء، قوة استخدام لغة الجسد، التسويق الشخصي والتسويق لبرامجه التدريبية، التعامل مع الشخصيات الصعبة، التعامل، لأن احنا بتعرفي نحن كمدربين انت عم تعطي لمتدربين، مو كل حدا بيجي مثل حكايتك، فعندنا نحن انماط شخصيات، انماط سلوكيات. صحيح. فهذا كمان بنعطي بهذا الموضوع، بنعطي التقدير الذات، بعطي الثقه بالنفس، بعطي فنون اللي هي العلاقات العامه، بالاضافه للالعاب التدريبيه. هتقولي شو يعني العاب تدريبيه؟ نحن الاساس كله بكلمه التدريب هو يختلف عن التعليم، يعني اذا قلت لك كمصطلح هن الاثنين بيشتغلوا على نقل معلومات، التعليم اللي نحن متعودين عليه بالمدارس انه اخر شيء شو بدنا
يعملوا لك امتحان صحيح. يا ناجح يا راسي تماما. ولكن انت تجيب شيء ثاني يعني ما بيجي عند الشخص انه انا بس انا بدي اعطي، لا هي عباره عن عمليه تفاعليه مشاركه وبنفس الوقت لأنا اعطيه سلوك، فنحن بصير في عنا العاب صغيره نعمل نوع من الاسقاطات. والاهم هو محور هو اعداد الحقيبه التدريبيه. شو بدك تدربي؟ يعني اول سؤال انت وين ما بتروح على اي معهد اي مركز بيسالوك شو برنامجك التدريبي، فبهذا المنطلق هذول البرامج كلياتها والمحاور اللي نحن بنعطيها. واخر واحد هو اسمه اناقه ولباقه ولياقه المدرب يلي هو كثير مهم، انه نحن مثلا ما بقعد ساعه بالتدريب ولا ساعتين، احيانا بقعد 5 ساعات، فانا كثير بدي اشتغل على شيء اسمه فلسفه الالوان يلي هو الظهور الصحيح كيف بتعطي، لانه احنا في عندنا مثلا الوان او مثلا نحن بنقول المعرق والمقلم نحن ابدا استفزة. ابدا صح. ما من مثلا انت كمدرب بتعطيه بتستفزه للشخص بعد شوفك 4 5، هذا كثير مهم. الالوان انا بدي اشتغل عليها، انا ما بدي اشتغل على ضواجان، انا بدي اشتغل على ناس ضل مرتاحه معي، بالاضافه لهو نبره الصوت اللي هو بيشتغل على تلوينه. انا ما بشتغل خامات وقصص، لا تلوينه بالسرعه بالبطء حيث ما يمل بنوع انه حاده قويه هادئه وهذا الاسلوب كثير مهم. بتخيل دكتوره انه وقت نحن يكون في اسلوب حديث مثل ما ذكرتي لبق وبنفس الوقت عم بيحمل تلوين صوتي 100% بينم عن الشعور بيعمل لك بعدين هو شد انتباه صحيح. يعني انا بدي احكيك هلا طول الوقت بنفس الرتم انت بتنعس صحيح. يعني اما انا مثلا ساعه بدي اعلي ساعه بدي نزل بنبر صوتي، هذا بيخلي الشخص هو عن جد بيكون معك قوي وبنفس الوقت الانتباه غير لغه الجسد اللي هي قمه لا خلينا نقول التواصل صحيح. بدي اروح شوي لموضوع الحقيبة التدريبية اللي ذكرناها اليوم، هو شرط او هو اساس لتخرج الشخص من البرنامج. اليوم هي الحقيبة بناء على شو بيختارها المتدرب؟ بناء على رغبته، بناء على خبراته، ممكن يخضع لمجموعة من الأسئلة اذا بدنا نقول نشوف نحن انه هو مناسب لهي الحقيبة او لا تمام. هذا الاختصاص او لا. هلا نحن كل واحد هلا اللي عم يكون عم يجي هو يمتلك خبرة يعني هو يمتلك المادة العلمية. أنا مشان تكون بالصورة أنا ما دخلني بالمادة العلمية تبعه. يعني أنت مثلا أنت حضرتك إعلامي فأنت بتيجي بتقلي أنا بدي أصير مدرب بالإعلام فأنت بالمادة العلمية اللي لك أنا بس شو اللي بعطيك إياه، أنا بعطيك هيكلية كيف منقسم المادة لأعملها برنامج تدريبي. لأنه هو أول كلمة مثلا إذا سألوني أنا مثلا شو بدك تدربي بقول أنا مثلا بدي أعطي برنامج أعداد مدربين. ثاني سؤال بقول لي كم ساعة تمام، فانا بحدد لك الساعات بنقسمها بنشوف شو هو وين القيمه المضافه نحن كيف بنحطها. وحد الناس بتقلي مثلا انه من وين بدك يجيبوا العالم الماده العلميه؟ الماده العلميه هي اكيد ما بدي اياهم يخترعوا وما بدي حد يخترع، هي من مراجع من كتب من خبرتك. في كثير شيء مثلا معلومه انت اخذتها خلال حياتك ولكن اسقاطاتك هلا على الواقع هلا انت عم تقدم وهي قد ايه هي اسمها خبره هي صحيح. اللي بدك تعلمها يلي مثلا انت اخذت معك مثلا سنه سنتين ثلاثه انت عم تعطي للعالم زبده هي الخبره عم تعطيهم ببرنامجك فهي اسم القيمه المضافه تمام. ليش بدي اجي احضر عند حضرتك؟ لانك انت مثلا عندك اسلوبك في قيمه مضافه عنده خبره بنقول نحن واو عنده خبره كثير حلوه. فحقيقه الحقيبه التدريبيه هي بتنم على الشخص بخبرته وبعدين انا ممكن مثلا في ناس مثلا بساعدها بشو بساعدها ممكن انه مثلا نعمل نحن دمج حقائب تماما اللي هو مثلا نحن دائما بنشوف في السوق شو بيحتاج صحيح. يعني انا مثلا ما بدي اعمل حقيبه يعني بس انه انا اصير مدرب وعامل حقيبه وما في طلب من السوق تماما. فانا مثلا بقترح عليه انه طب شو رايك ننزل هيك نعمل هيك يعني نعمل شيء انه العالم تيجي لعندك وتستقطب هي الحقيبه. طيب دكتوره هل من المعقول خلينا نكون منطقيين نوعا ما انه مثلا شخص خضع لبرنامج تي او تي وعمل حقيبه تدريبيه معينه نتيجة دورة واحدة هو يعطى يمكن تسمية المدرب نوعا ما، ولكن هل فينا نساوي بين مدرب يمكن هو عم يدرب مدربين وصار له عمر بهذا المجال وبين شخص خاض كورسين ثلاثة وعم يجرب يفوت بنفس المستوى عم يجرب يساوي حاله مع هذا الشخص؟ يعني هون هل هذا الشيء أخلاقي بمجال التدريب موجود بمجال التدريب أو هو عادي خلص طالما أنت خضعت بحق لك تمارس بهذا المجال؟ هلا نحن بنفرق، هلا أنا تخرج عندي هو مدرب بمجاله يعني بالحقيبه فقط اللي هو نحن اعتمدناه انت بتدرب فيها.
بس انه بدل الواحد يدرب مدربين مثلا كاعداد مدربين، لا هو بده يكون عنده عدد كبير من الحقائب وبالاضافه عدد ساعات تدريب. يعني ما بصير واحد هو هلا طلع انا بدي اعمل والله اعداد مدربين، هم ما عاد في مصداقيه وهم ما عاد في هون العالم عم بتقتل بعضها اساس الجوده تماما. يعني انه الجوده بتفقديها تماما، لانك انت في شيء الاساسي يعني انا قلتها هي قوه استخدام لغه الجسد وقراءه الاشخاص والانماط. حتى احنا في شيء اسمه بالالقاء، في شيء اسمه الممارسه. يعني احنا مثلا في شيء انه مثلا الاعداد مدربين صار لي مثلا 9 سنين عم بعطيه هذا البرنامج 9 سنين، هلا اكيد مو مثل قبل صح. تمام ليه؟ لانه انا كل مره في شيء اسمه عم طول عم ضيف، فمثلا بلاقي مثلا هذا المحور لا اخذ اكثر مجال، هذا اسقاطه افضل، هذا العالم بحاجه له اكثر، فانت بتطوري بالبرنامج. في شغله كثير مهمه انا من شيء تقريبا سنتين عملتها، مو كل حدا بياخذ بندي اخذ اعداد مدربين عم بعطي شهاده اعداد مدربين، في ناس هي تستحق وفي ناس عم بعطيها شهاده حضور. هي رجعنا لرؤيه الاستاذ مثل لما ايام المدرسه لانه في ناس هي متمكنه، في احيانا حدا مثلا محور من المحاور هو لسه ما له متمكن فيها، حتى له هو معناتها يمكن يلي مثلا اذا تخرج ما علي وين اخذت اعداد المدربين عند فات النظام، هذا كمان بيسيء لي انه معقول حدا يوقف بهي الوقفه. مثلا هو مثلا فاقد انه التواصل مع الاخرين، ممكن كثير عنده ما يكون عنده الذكاء العاطفي، يصير في عنده انفعالات حقيقيه، فنحن ممكن كثير اعطيه مهاره ثانيه وبعدين نعتمده كاعداد مدربين. هون بصير في عندي في نوع من المرونه، ممكن حتى نهديها هذا الجانب بهديها، لانه دائما الواحد بده يحافظ على اسم معين صحيح. على برنامج معين، على قيمه البرنامج. يعني ما انت تطلع لبرا تشوفي قد ايه هو قيمه مهمه انه هذا البرنامج يكون موجود بالسي في تماما، هالقد مهم. ايه فبقول لك ايه كثير مهم لانه في يمتلك عده مهارات هذا البرنامج تماما. دكتوره بدي اروح شوي لاهميه هذا البرنامج بالنسبه لمجالات العمل، بالنسبه لتواجد شخص تخرج من او اخذ هذا البرنامج وتوجه لشركه معينه، اليوم ايضا تطبيقه ضمن الشركات ممكن يفيد او ممكن نحن تتطرق الشركه لموضوع التي او تي ضمن كوادرها اذا بدنا نقول؟ الأول شيء خلينا نقول الكوادر هي لازم تكون كلها عندها يا هذا البرنامج. ليه؟ أول شيء نحن عندنا في مشكلة كثير مهمة، نحن ما بنعرف نسوق لحالنا. صحيح. تمام؟ يعني هي جدا مهمة إنه أنا مثلا تكون عندي الثقة بالنفس، أنا بعرف شو هي، بختار الكلمات المناسبة اللي بتشبهني. يعني نحن أحيانا مثلا في حدا بيعرفك عن حاله بفكر إنه إذا عرفت عن حاله هو السي في، يا حبيبي السي في شيء والتعريف عن حالك شيء ثاني. هذا واحد. اثنين كتير حلو انه انا يكون عندي بعرف وين مواطن الكاريزما اللي عندي تماما، عندي الحضور. نحن بنقول مثلا بالعلاقات العامه انه احيانا هي الفرصه ما يمكن تكون غير مره واحده، فانا لازم اشتغل عن جد على الانطباع الجيد والطريقه الصحيحه. بالاضافه نحن عندنا قوه الالقاء، يعني احيانا في عندنا عالم عنده مخزون ولكن هي ما بتقدر تعبر بالطريقه الصحيحه عن الشيء اللي بدها اياه. صح. وبعدين الاخطر واحد اللي هو نحن التعامل مع الناس لهي لحالها فيلم اخر. صحيح. قد ايه نحن بدنا نصير نعرف كل واحد كشخصيات كانماط تفكير، انه هذا مثلا الشخص الحساس كيف انا بتعامل معه، الشخص الانفعالي كيف بتعامل معه، الشخص مثلا تمام. مثلا نحن بنقول اهم شخصيه هلا هي الشخصيه الكاريزماتيه يعني الشخصيه الجذابه، كيف انا بقدر احصل عليها وهي ممكن كثير. فكرمال هيك نحن كشركات لا هو بيقوي فريقك بيعطيك نوع من التواصل الجيد بين الفريق كله. تمام. هي عم بعمل دعايه 100% وحتى بتخيل الصوره بتنعكس بالنسبه للشركه للتعامل مع تماما. يعني مثلا حدا مثلا ك اتش ار او البي ار او اي شخص او موظف اذا هو عرفان يحكي لك، في ناس ما بتعرف توصف المكان اللي هي بتشتغل فيه تماما. فاذا هذا الشخص هو ما عرف يوصف المكان فهو لازم يكون يمتلك مهاره انه يحكي على طبيعتك لطيفه حلوه، انه انا اكون على طبيعتي بتلقائيه وهيك تماما وهيك تماما شلون هو كل ما كنا على طبيعتنا كل ما كنا اجمل بالاعطاء. فهون بصير في عندي بنقول احنا الكيمياء بين الاشخاص. طبعا. هي مو كيمياء، هي عباره عن مفاتيح مهارات انا كيف بعطي المعلومه الصح. طيب دكتور اليوم اذا في متدرب يمتلك يعني من الخامات خلينا نقول انه هو عنده شخصيه نوعا ما جذابه ولكن ما بيعرف يستغلها، كيف تشتغلوا كمدربين على استثمار هذا الشيء او على انه تحفيزه عند هذا الشخص؟ هل بتعتمدوا جانب الاستفزازي؟ لانه بنشوف كثير مدربين بانه انا بدي استفز هذا الشخص ليطلع كل شيء احلى شيء عنده.
هذا الشيء موجود بالتي او تي؟ هي رح اخبرك شغله، نحن عندنا اول جلسه هي اسمها جلسه كسر جليد. هي الجلسه الاولى انا بحكي عن البرنامج وبعمل كسر جليد. كسر جليد بين شو؟ بيني وبين المتدربين اللي انا بخلي كل حدا فيهم يوقف يحكي لي عن حاله، هو اللي جاي كذا، وبعمل انا عده اسئله بنقول احنا بتطلع من جوا لبرا، خلينا نقول اسئله وجدانيه، اسئله سطحيه تماما، اسئله بتضحك مثلا شو ثلاث اكلات بتحبها، يعني هيك شغلات خفيفه. بمعنى شو صار عندي تواصل كل اثنين مع بعضهم، فعملت ضربة الثانيه هي كسر جليد بين المتدربين. فانا هون اول ما هنا طلعوا العرض الاول اللي هنا حكوا عن حالهم وشفت هون، انا عملت هون سكام. ثاني خلينا نقول ثاني جلسة بلش انا بقراهم للاشخاص، يعني بصير في عندي ردات فعل معينه. انا بعطي مثلا اول برنامج اللي هو بعطيه فلاينج اللي هو الطيران، يعني انت كمدرب انت كيف بتطير او انت بتكون ملك الجلسه وانت طلعت بطيارتك اللي هي كقاعه. فهي مثلا بتحسي كل واحد بيطلع الشيء اللي عنده تماماً. حلو. كلمة الاستفزاز هي ما بتجي بالتدريب بحد ذاتها، ولكن في شيء مصطلح اسمه الصدمة. يلي مثلا احنا بعد 30 ساعة و20 ساعة، يلي انا عندي البرنامج مقسم كالتالي، 30 ساعة انا بشتغل على صناعة المدرب تمام، و20 ساعة عندي حقيبة تدريبية وعندي الامتحان. فنحن ممكن انا استخدم الصدمة انه انا خلصوا 30 ساعة، بدك تضلك هيك انا بدي اعتذر منك تمام. وفي جملة الأولى اللي أنا دائما بحطها بأول إعداد مدربي، إذا كنت لا ترغب التميز فأرجوك لا تكمل معي. هي أول شريحة أنا بكون حاطة بإعداد مدربين، فهون بيصير في نوع من الحماس اللي هو أنت كيف بتشتغل على هالنقاط. فنحن لا نشغل صدمة، يعني فورا لا بنستفز ولا بنشتغل باي باي الله ييسر لك. صحيح. دكتورة، يعني بالهيك الدقائق الأخيرة خلينا نشرح اليوم عن هذا البرنامج بالنسبة لحياة الشباب بالمستقبل، بالنسبة ل ما بعد التخرج، ايمت انا بروح بتوجه للتي او تي بمرحله معينه بعمر معين، وقت تخلص دراستي الجامعيه او لا ممكن انا احصل عليه باي مرحله كانت؟ هلا خلينا نقول نحن باي مرحله، هو حسب الشخص. يعني في عندنا مثلا انا بس عم بيجينا شباب يعني ثاني سنه جامعه اول سنه جامعه، هن عندهم بحبوا يطوروا بحالهم ويشتغلوا. في ناس هي بتتخرج بعدين بتبلش. هي الفكره دائما نحن بنعرف، خلينا نكون شفافين مع حالنا، شو عندي مواطن ضعف مواطن قوه، يلي هي انا لازم اكتسب كل لحظه تمام، اكتسب مهاره، اشتغل على حالي، اشتغل على ظهوري بالطريقه الصحيحه. ما ضروري انا استنى للشركه اللي انا بدي اشتغل فيها هي تطلب المهاره لاشتغل. نحن هلا اذا انت عن جد عم يشتغلوا على سي في، انا بقول لهم انتم اشتغلوا على المهارات، لانه وين ما كان وباي مكان نحن ما كثير بيعني لي التاهيل العلمي قد ما بتعني لي المهارات والخبرات، قديش انت اخذ مهارات. دائما نحن ما تنقول نحن تواصل الاتصال الفعال ضرورية يا جماعة، كل شباب وصبايا شغلوا عليها تماماً. هي كتير بتساعدكم وبتقطع مسافات. تعاملوا كيف التعامل مع الشخصيات جدا مهم. ما عم أقول أنا قراءة الشخصيات، لا، هو التعامل. نحن عنا أدبيات اتيكيت بالتعامل. صحيح. بس نتعلمها هي القصص، فهي كتير مهمة وبتأنتج لي. بالإضافة للشباب، أنه في شباب مثلا عنده خجل. صحيح. يعني هذا، ونحن الخجل مو هو يعني بنقول نحن أنه بيستحي وهيك، لا، مو هو حياة. الخجل مرض نفسي، فأنا لازم أعالجه. أنا كيف أعمل ثقة بنفسي، كيف أحكي، إمتى أحكي تماما، فهي لازم هو يكتسبها بأي مجال. بالنسبة للحقيبة التدريبية مثلا، بيقول لي أنا مالي ما بمتلك مهارات أو أنا ما عندي خبرة بمجال معين، فأنت هون ما عندك مشكلة. هون صار الهدف اللي هو أول سؤال بيجي بالتدريب، إنه شو هدفك من الدورة؟ هون الهدف إنه أنا والله صقل شخصيتي تماما، أنا مالي متجه إنه أنا بدي أصير مدرب، أنا بدي أصقل شخصيتي وأقوي شخصيتي بالطريقة الصحيحة تماما. دكتورة، نوهتي خلال حديثك على فكرة إنه أنا في شخص بعطيه شهادة مدرب وفي شخص بيستحق شهادة حضور. اليوم هي الرؤية بتجي من دراستك انت لهذا الشخص. طيب هذا الشخص يلي اخذ شهاده مدرب، فيما بعد برنامج التي او تي شو ممكن، كيف ممكن يبدا بمجال التدريب طالما انه هو شخص يستحق؟ كيف ممكن يطور حاله شوي شوي، يعني كمان مو دفعه واحده فورا، كيف ممكن يتعامل؟ نحن اول شيء نحن خلال الدوره انا بقول لهم انه انتم بلشوا تشتغلوا على تسويق حالكم. يعني كيف التسويق؟ يعني هو ما بدنا قصه كبسه زر. يعني هلا مثلا كل العالم هي بتتجه انه نحن بس اخر شيء بنحمل الشهاده ومنقدم انه نحن صرنا مدربين. هي الفكره، انا القصه كلها انه انت تشتغل على تسويق لحالك لذاتك، انه انا عم بشتغل عم طور بحالي. نحن الناس كلها هي فضوله،
بتحب تعرف شو عم يعمل هذا الشخص تماماً. فأنت هون بالنتيجة اللي أنت عم تحطيها أنت عم تعملي تسويق لحالك شخصي. بعدين أنا مثلاً بالنسبة لإلي أنا بشتغل على تسويقهم لحقائبهم، يعني بحط صورة مثلاً المدرب، بكتب مثلاً الأستاذ مثلاً حقيبته إعلام محاسب اللي هو تماماً. تمام. فهو مثلاً ببلش يشتغل عليها. أنا بآخر شيء بالامتحان، نحن امتحاننا هو عبارة عن نص ساعة عرض للحقيبة، وإن شاء الله بيكون الحقيبة هي دبلوم. أنت 12 شريحة بس سلايد بيكون. أنا بدعي ناس اختصاصيين بمجال الحقائب، يعني بنعمل نوع من البرستيج وبروتوكول جميل لأنه عم نخرج تماماً. كوادر أو كفاءات عم تشتغل صح. فكرمال هيك أنا كتير بيعني لي أنه لازم يكون الشخص الواقف هو أحسن من فات النظام كمدرب، لأنه هي الصورة كتير مهمة. أنت كيف عم تنتج وكيف عم تطلع؟ نعمل احتفال ولباس تخرج، وفي كثير ناس مثلا علقت انه ليش بتعمل، انه شو هالشغله العظيمه. هي نحن عندنا دخول الفرحه والانجاز هي كثير مهمه لباس التخرج. ودائما يعني فكره نوهت عليها دكتوره انه الشخص اللي عم يتدرب يكون احسن من الشخص المدرب. 100%. هي الرؤيه قديش بتفتح افاق وبتساهم يعني هيك بتعاملنا بطريقه نوعا ما، يعني اذا بدنا نقول فيها منافسه وبنفس الوقت شريفه. هي غذاء، يعني دائما بس الواحد بده يعطي من القلب للقلب. ثق تماما، ما في حدا، ما هي المحبه حقها مصاري. يعني احنا بنقول يلي انه انت عطي وخلي الاشخاص هي تكبر، ما حدا بياخذ دور حدا صدقني. صحيح. يعني بالعكس هو بكمل. يعني اول كلمه انا قديش بنبسط بكون سعيده ما تقولوا انه والله كانت عم تدربنا بس لا فات النظام. طب هذا كثير شيء حلو. تمام. ونحن بنكمل بعضنا، انا الي دوري وانت حضرتك الى دورك وفاطمه الى دورها، كل واحد فينا له دور بهالحياه، فنحن بنكمل بعض. صح. اما اذا بدنا نطقطق بولين بعض فحقيقه بدي ضلني طول الوقت اطلع لوين لمين بدي طقطق لهم. تماما. كل الشكر لك دكتوره فاتن، يعني يا ريت الكل يكون سمع والكل يكون وصلت الفكره. وان شاء الله كل شخص بيكون متخرج من تحت ايديك بيبيض وجهك باي مكان بيروح. شكرا لك دكتوره فاتن. بدك تسجلي فاطمه بس مش هنزل اسمك قريبا جدا. اول الحاضرين الكادر كله بده يجي لعندك دخل قلبك. الله يخليك. كل شكر لك دكتوره فاتن نظام، مدربه معتمده دوليا في المهارات العام في العلاقات العامه وايضا تنميه المهارات. شكرا لوجودك ولوقتك ولمعلوماتك ايضا. شكرا. شكرا كثير. اهلا وسهلا. كفي معكم مشاهدينا باقي حلقتنا لليوم، ولكن رح نروح لفاصل صغير ونرجع. خليكم معنا. كلياتنا بندور على شغل يكون منيح، ولكن اكثر شغله ممكن يخوفنا من هذا العمل الجديد هي مقابله العمل. تكون انت شاغل بألف مكان قبل هذا المكان، بتوصل لمقابله العمل بصير تقتئ واسمك ما بقى بتعرف تقوله وبتنسى كنيتك. صحيح. انه شو كان اسمي انا فاطمه شو. صحيح. وقت مقابله العمل هون بالقناة يعني بتذكر انا فتت وقاعد ايه ولا عرفتي طبعا انه بعدين انه انا لازم ناقش لازم احكي لازم اعبر. طبعا انا قبلت ولا لسه؟ صح. هي اول سؤال. فدائما اسئله مقابلات العمل نوعا ما بتشكل هيك يعني نوع من الاحراج، نوع من الخوف، وبنكون عم نحسب الكلمه اللي عم نقولها، بنكون عاملين تيستات بينه وبين المرايه شيء 1000 مره قبل ما ننزل حضران كل الفيديوهات. صحيح. وكيف تتعامل مع مقابله العمل وكيف تتعامل مع اسئله مقابله العمل. ولكن في سؤال يعني ببعض الاوقات كثير بيكون محرج او مخيف، تبع انه قديش بتتوقع الراتب. وهون بتبدا تبع انه انا جاوب راتب عالي بلكي ما قبلوني، اقل بلكي ما رفعوا لي. انت شفت ببدايه الحلقه لما كنا عم نحكي عن محركات البحث، ممكن تكون مثلا ما بتحمل خصوصيه. كل حدا بيروح بيعمل مقابله عمل قبل بيبحث عن هذا الشيء قبل، تبع انه ماذا اجيب عن ما تقديرك لراتب العمل الجديد. صحيح. ودائما كلياتنا بنخربط فيها وبنعرف بنسال مثلا بس يسالونا شو تقديركم او شو متوقعين. انتوا قديش الرينج عندكم؟ بتحس حالك عم تتواصل بعد عن انتوا جاوبوني. السؤال محرج، وللامانه بعض الشركات فعلا بتعتمد على الجواب على اجوبه مقابله العمل بالتحديد بعيدا عن الخبره لحتى تقبل او ترفض الشخص. طبعا. شو الاساسيات يلي ممكن بيتم بتكون مطلوبه بمقابلات العمل؟ شو لازم نكون عم نجاوب بهالمقابلات؟ كل هالتفاصيل رح نتعرف عليها نحن وانتم بالتقرير التالي. يشعر البعض بالتوتر خلال مقابلات العمل، سيما وأنها تستوجب إثبات فكرة أنك الشخص المناسب للوظيفة المتاحة.
ويعد أحد أكثر أسئلة المقابلات شيوعاً وربما أكثرها صعوبة، ما هي توقعاتك بخصوص الراتب؟ موقع هارفارد بيزنس ريفيو نشر على موقعه الإلكتروني أن سؤال توقع الراتب في مقابلات العمل يعد من أصعب الأسئلة حتى على الواثقين من أنفسهم، وتكمن صعوبة الإجابة عن هذا السؤال خاصة إذا توقعت راتباً أقل مما هم على استعداد لتقديمه، وفي حال قدرت مستوىً مرتفعاً للغاية فقد يدفعهم ذلك لصرف النظر عن توظيفك. لذلك نقدم لك في هذا التقرير بعض الاستراتيجية للإجابة على هذا النوع من الأسئلة. أولاً، غير دفة الحديث في بداية المقابلة، فكما يقول المحلل الاستراتيجي جون ليس، أنت لست في وضع يسمح لك بالتفاوض بشكل جيد لأنك ما زلت في مرحلة غير واضحة، والوقت المناسب لمناقشة الراتب هو بعد قبولك. قم بعكس السؤال واسألهم عن ميزانياتهم، أو تجاوز السؤال وانتقل للحديث عن مؤهلاتك. يمكنك أن تقول شيئاً مثل: ما زلت أحاول أن أفهم الوظيفة وطبيعة العمل، أرغب في مواصلة الحديث عن مؤهلاتي ولماذا أعتقد أنني مناسب لهذا المنصب. الشجاعة مفتاح. رغم أن التفاوض على أول راتب يتقاضاه المرء أمر صعب، فإن الشجاعة تعتبر المفتاح. فبحسب الخبير المهني الألماني يوهانس فيلبرت، على المهنيين الشباب أن يثقوا بأنفسهم فيما يتعلق بما يقدمونه للعمل منذ البداية، وفي النهاية هنالك خط رفيع جداً يفصل بين عدم طلب القليل جداً أو الكثير جداً، ويعتقد الخبراء أن الأمر كله يتعلق بالمتوسط الذهبي أي الاعتدال. المحتوى التقني والمعلوماتي محتوى منتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على اليوتيوب، ولكن أحيانا بيكون في افتقار بهذا الجانب بما يخص السوق السورية لصناعة المحتوى، وشيء مبشر جدا بشار لما نشوف شباب سوريين عم يبادروا بهذا الموضوع، عم يكون عندهم مثل فكر خلاق وأبداعي بفكر صناعة المحتوى وخصوصا بما يخص مجال التقني أو الحاسوب. صحيح فاطمة، ودائما يعني مشاهدينا موضوع التعلم أو الاطلاع على المعلومات، طريقة التعامل أيضا مع التكنولوجيا بشكل عام، ممكن نحصل على جزء منه ضمن المرحلة الجامعية إذا بدنا نقول أو المناهج التعليمية، ولكن بنبقى بحاجة دائما لتطوير هاي المعارف، لتطوير هاي الخبرات عن طريق الكورسات، عن طريق المعلومات اللي بنحصل عليها من أهل الاختصاص بهذا الموضوع. رح نحكي اليوم بشكل مفصل عن صناعة هذا المحتوى، رح نحكي عن سبب بالتوجه لهذا المحتوى، التفاصيل كلها رح نحكيها مع الأستاذ محمد أمين جاويش، مدرب معتمد في الجمعية العلمية السورية المعلوماتية، اللي صار معنا. أهلا وسهلا فيك، سعد وقتك. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يعني بداية خبرنا إمتى بديت بمجال صناعة وكتابة المحتوى وخصوصا بمجال التقني أو خلينا نقول الحاسوبي نوعا ما. تمام، أنا بالبداية عندي كتير هوس بالتقنيات والمعلومات، يعني فينا نقول من الأيام الابتدائي والإعدادي أنا كتير كنت مهتم بهذا الموضوع. بعدين بالمرحلة الجامعية توسعت أكثر بهذا المجال، فلقيت حالي عندي القدره حتى اوصل المعلومه بطريقه كثير سلسه وحلوه، فصرت بقى تفرغت لمجال التدريب، فصرت فقط مدرب بالمجال المعلوماتيه. دعتني الحاجه انه مثلا اصير اسجل مقاطع فيديو اعطيها للطلاب، يعني لقيت الموضوع متعب اني على فلاش انسخ، قلت لحالي على ممكن على التليجرام، كبرت القناه صار 6000 مشترك، قلت لحالي ليش ما انقل هذا الشيء على اليوتيوب، وبس كانت فكره ايه ولا لا، ممكن بقدر ما بقدر. بس صار في تحديث لمنهاج الاي سي دي ال، انا كمدرب اي سي دي ال معتمد الجمعيه العلميه المعلوماتيه، صار في تحديث وصار في ماده كثير صعبه، فصار يتواصل مع كثير طلاب ومعاهد ثانيه ومن برات دمشق انه بدنا يساعدنا كيف بدنا نوصل المعلومات بشكل سلس للطلاب. فهون قلت لحالي خلص صار الوقت، فب 4/4/2021 نزلت اول فيديو
كنت عم بلش فيه اشرح هاي المادة هي امن تكنولوجيا المعلومات. من وقتها هم بلشت فينا نقول تماما بدي روح شوي كونه طرقنا لموضوع صناعة المحتوى او المحتوى والمادة اللي عم نقدمها. خبرني شوي التفاصيل اليوم شو عم نقدم غير الشيء اللي ذكرته حضرتك بشكل مفصل. حلو. هلا انا مركز اكثر شيء على منهاج الايس ديل، بس طبعا هي بتضم كثير محاور، هي 7 محاور. يعني عندنا ويندوز، وورد، اكسل، اكسس، باوربوينت، ام تكنولوجيا المعلومات والانترنت والبريد الالكتروني. وبعد هيك في مراحل متقدمه منهم، يعني نحن بعض الناس بتفكر انه الاوفيس هي شغله بس بنكتب ورقه تماما. لا لا لا، موضوع كثير ضخم، يعني الوورد لحاله عالم بحر، نفس الشيء بالاكسل والباوربوينت والاكسس، قواعد بيانات شغله كثير كبيره. صحيح. فانا متخصص اكثر شيء بهذا المساق، بس ولكن تجيني طلبات مثلا انه اشرح لنا عن موضوع كذا، كيف انا بدي اضيف فلاشتي مثلا للفيروسات، كيف انا مثلا بدي اعمل حساب، كيف كيف كيف. فهذا هي نفس الاسئله بتجيني، بحاول اساوي محتوى تماما وبوصلها للي طلبوها بطريقه حلوه وصحيه. استاذ محمد، اليوم البعض بيعتقد انه نحن بعصر التكنولوجيا وانه الجميع صار عنده المام نوعا ما بهذا المجال، ولكن اذا بدنا نجي لتفاصيل الموضوع او للب الموضوع فالاغلبيه اخذت القشور. صحيح. اليوم قديش صعب انت توصل هي الفكره او تقنع مجتمع باكمله انه لا انت ما عندك الخبره الكافيه بمجال التكنولوجيا، وهذا اللي انت بتعرفه. صحيح. هذا ما نو شيء كافي لحتى تقول انه انا بعرف اتعامل مع التكنولوجيا اليوم. اللي هو حلو الواحد يكون عنده معلومات ذاتيه واكتسبها من خلال الخبره، انه عنده جهاز واشتغل عليه. البعض بفكر حاله انه بصراحه انه خلص هو صار معلم، يعني انا بشوفها بالدورات الحقيقيه ريلي بتكون انه مثلا بيقول لي انا بعرف اشتغل، بقول له حلو اذا بتعرف سبور في غيرك ما بيعرف، فبتفاجئ انه هو صار مهتم اكثر، صار يسجل، صار يكتب. فبصراحه يعني هي بدها توعيه تمام، انه نوعي الناس انه حضورك بكورس هو ما بيغنيك عن المعلومات اللي انت بتعرفها، انه انت عم تاخذ خبره كثير كبيره من المدرب عم يقدم لك هذا المحتوى. يكون في شيء إضافي بنفس المستوى، يعني حتى لو نفس المستوى أو نفس المعلومة ممكن يكون في عليها شيء إضافي. ممكن هلا مثلاً إذا حكينا كورسات حقيقية فممكن إذا شفنا مستوى الطلاب جيد فنحن نطلع معهم لأكثر ليفل أعلى تماماً، مشان ما يحس بالملل ويكسب الوقت هذا اللي إجا سجله. تماماً. بدي روح شوي لموضوع محتوى اليوتيوب. البعض قبل ما نروح للتفاصيل، البعض بيتخوف اليوم من صناعة المحتوى بسوريا بسبب سياسة التعاطي، موضوع حتى تحقيق الدخل، البعض اليوم أخذها بغير أماكن. صحيح. مصدر دخل رئيسي له. الخطوة لهذا الاتجاه فكرت فيها بموضوع أنه أنا بدي روح لأقدم محتوى بعيداً عن المنفعة المادية أو لا أنا بدي أخذها القصة بكل الجوانب؟ هلا بصراحة أنا بالبداية ما كان ولا مفكر موضوع المادي أبدا، هو بس إنه إيصال المنفعة للناس بس هيك، فهذا كان الهدف. تمام. اجت منفعة ولا لا؟ فلا، الهدف الأساسي هي الأهم، يعني هي الأهم. تمام. اليوم أنه أنا وقت بدي أقدم مادة بدي أقدم مادة قيمة وأسعى لتقديم المعلومة قبل ما أفكر بالموضوع. اليوم الـ ICDL الدورات بنسمع كثير عنها، الشباب نوعا ما يلي بده يفوتوا بسوق العمل، يلي بده يتأهلوا لسوق العمل بيركزوا على هذا الموضوع. خبرني عن صناعة هذا المحتوى المتعلق بالـ ICDL بالنسبة للقناة على اليوتيوب، بالنسبة للمحتوى شو عم يتناول، شو ابرز الاشياء اللي عم تركز عليها بشكل عام؟ تمام. هلا بالنسبه لي انا يعني شرحت الماده بشكل او المواد كلياتها 7 بشكل مفصل ودقيق. يعني صارت صراحه مرجع للطالب وللمدرب. يعني وشو سبب ICDL تحديدا؟ لا انا مدرب بالاساس ICDL. لان الاساس تماما بالاساس هيك. يعني هذا المجال اكثر شيء اهتميت فيه. تمام. فاسقط هذا الشيء قلت له انا على اليوتيوب. حلو. فاعتنيت بالماده العلميه كثير. الناس بتفكر انه هالعشر دقائق انت عم تطلع تشرح فيها درس انه مدتها بس 10 دقائق. صحيح. بس نحن بنعرف قديش في تحضير، قديش هالحلقه هي قديش بدها تحضير قبل واثناء وبعد. وبعد هالعشر دقائق انا بتاخذ معي ساعتين حتى مثلا احضر شو السكريبت بدي احكيه. تماما. الملفات اللي بدي اشرح عليها هي لحالها بتاخذ لها بعض الاحيان ساعه ساعتين. تماما. التسجيل نفسه يعني بجوز انا وعم سجل مدق علي الباب. صح. ابني مثلا ينادي لي او ايه، فبدي اختار الوقت المناسب، الجو المناسب. صحيح. حتى انه نعطيني موضوع المايك، نختار انه كمان تكون جوده الصوت الماده تكون كواليتي عاليه. تماما تماما. بعدين رد في عندنا المونتاج، فبدها تحضير كثير بصراحه. فاهم شيء يكون المحتوى متعوب عليه بالتحضير، وكمان التعب الثاني بعدين بتقديم هذا المحتوى. هاي المحتوى كله من شغلك مونتاجا واعدادا؟ كله. طيب استاذ محمد، اليوم بالنسبه للمحتوى المعلوماتي يعني حسب خبرتك هل كله يصلح لانه يتقدم عن طريق مثلا خلينا نقول فيسبوك او لا في معلومات انا ممكن اقدمها مثلا تليجرام فيسبوك، في معلومات حصرا بدها فيديو مطول لانه نوعا ما بننتبه انه على التليجرام الفيديوهات بتكون اقصر شوي او بفضلوا الاشخاص اللي على فيس على تليجرام يكون فيديو اقصر مما هو متاح على يوتيوب.
هلا اليوتيوب صراحه بيحب الفيديوهات الطويله كهو كخوارزميات وسياسه. نحن بالبدايه اول تعليمنا بنفضل القصير، بس بعد ما نتعمق بالمجال صراحه لا نفضل الطويل. لاخر فتره هلا صرت نزل مثلا الماده كلها فيديو عم تاخذ ساعتين، عم لاقي عليها اقبال اكثر وعدد مشاهدات اكثر من الفيديوهات القصيره. الفيديوهات القصيره فبصراحه بالتعلم لا ما مال علاقه صراحه. يعني انا هلا اي حدا كنوع معلومه تصلح هون وهون. تماما تماما. اللي بيحب هيك تكون مقطعه في، بس لحاله رح يتوجه للشيء الكامل ورا بعضه، انه خلص انا بقعد قاعده وحده ساعه كامله فخلص انا هيك مثلا احتويت او حويت كل المطلوب مني. تماما. اليوم صناعه المحتوى بسوريا قديش بتحتاج جهد وشو المعيقات اذا بدنا نقول؟ هلا في عنا عده امور، يعني مثلا موضوع الكهرباء صحيح، الانترنت كمان، البنيه التحتيه. تماما تماما، هي بصراحه بتاثر شوي. شغله ثانيه حكيت تفضلت عليها اول شيء بالبدايه انه انت عليك قيود، يعني مثلا ما بتستفيد من القناه تبعك ابدا. لو حتى حدا كان عندها خارج البلد مثلا وفعل لك حساب ادز وبنك بنكي خارجي ما بتستفيد لانه مشاهدينك من سوريين. اها هي قصه العبدو. تمام. هلا نحن عندنا اليوتيوب وقت نفتحه ما بيطلع لنا اعلانات، بصراحه هي نعمه كبيره. انت بس تفتح بشغل في بي ان او كسر بروكسي شلون بيصير الاعلانات؟ صراحه بيصير مقرف، يعني صح. ما فيك تتحملوه. صحيح هيك الناس عايشه، بس هذا اللي عم يخلي يستفيدوا مين؟ صناع المحتوى على اليوتيوب. تماما تمام. فهي لحالها واحد قد يوصل لمرحله بصراحه انه انا عم بتعب 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 بتعب، حلو الناس عم تشكرني مبسوطه، بس اكيد في جانب ثاني واحد بيفكر في انه في شيء لامن متطلبات العمل، لانه بدها وقت، يعني بدها تفرغ منيح منيح. صحيح. يعني بصراحه صحيح. يعني انت في وقت، انا في وقت من شغلي مثلا كورسات المسا ما عاد اخذتها، صرت فرغها للقناه. طيب استاذ محمد، يعني بعيدا كمان عن مجال صناعه المحتوى او كتابه المحتوى المعلوماتي والتقني، حضرتك يعني عندك شوي المام بمجال الحوسبه واداره الاعمال اليوم. هل هدول المجالات تعتقد انه انت مهتم بهي المجالات لانه هي مترابطه ببعضها، او لا بس لانه هي بتلزم للانسان لانه يكون شخص عملي اكثر بالحياه؟ هلا بالنسبه لي كمدرب فانا بتعامل مع شرائح كثير متعدده. ممكن مثلا انا بالدوره الوحده في عندي مدير اعمال، عندي مثلا مدير اعمال مثلا امور تقنيه، يعني حتى انا عندي المام بالبرمجه بتصميم المواقع بالتصميم مع الجرافيك ديزاينر، لانه انا هذول اول شيء كلياتهم بحتاجهم قد احتاجهم. وشغله ثانيه انا كمدرب مو بدي اتعامل مع عده شرائح من الطلاب او من صحيح. فلازم يكون عندي المام بصراحه ببعض الامور. تماما. لحتى مثلا وقت مره انا سجلت دوره اداره اعمال لقيت انه طيب ليش ما اوظف مهارات الاكسل لهي الدوره؟ عم طلعت بشغله جديده هي اكسل موارد بشريه. مصطلح جديد ودوره جديده. تماما تماما يعني. لانه حضرت الدوره فهمت شو الاليه، طيب والله هدول بيلزمون هاي المهارات، فاسقطت فصل عملت كورس اسمه اكسل موارد بشريه، لاقى اقبال كثير كبير يعني، والكل يقول لي بصراحه يا ريت من زمان في هيك شيء. فاي حدا لو عم يشتغل بغير مجال، يعني انا بقول مثلا انت لو مدير ما عندك شغل بهذا البرنامج معين بس اعمل فيه دوره. ليش؟ لحتى مثلا تعرف انه هذا الموظف اذا قلت له اعمل لي هي الشغله قال لك ما بتزبط او كذا، فانت بتعرف انه لا اعمل هيك وهيك بتزبط معك. بيمشي الحال. تمام. اقل شيء يكون ملم بالموضوع. حلو حلو. بدي اروح شوي لهي الفكره، حضرتك اسقطت جانبين او اختصاصين باختصاص واحد. اليوم خلينا نتوجه للشباب، لمتطلبات سوق العمل، لمتطلبات سير العمل، او يعني دائما عم نشوف تطور بهذا الجانب وخاصه بجانب المعلوماتي او التقني اذا بدنا نقول. اليوم شو الاساسيات بخطوات الشاب الاولى للدخول بسوق العمل، وشو المكملات اذا بدنا نقول يلي هيك بتعطي تميز نوعا ما؟ تمام. بصراحه لازم اول شيء يعمل RCA. يعني هي بس لحتى يلم بكل البرامج الاساسيه بالاوفيس. هي اول شغله، يعرف كيف يبعث ايميل، يعرف كيف هو اذا انطلب منه يعمل سي في يكتبها لحاله، ليش لا يستعين بمين يكتب له اياها؟ هي اول شغله. بعدين لحاله صراحه تفتح له الافاق، يعني انا ما اعرف انا حالي وين، عجبني الباوربوينت، معناتها انت عندك ميول بالتصميم، كمل. عجبني مثلا الاكسس، معناتها انت عندك ميول بالبرمجه، كمل. فهون بقى بصير الواحد بيعرف حاله وين. بعد هيك طب اذا انا عم بدرس اموري تمام خلص، مثلا انا عم بدرس مثلا تجاره واقتصاد تخصص محاسبه، خلص معناتها مسارك انت اكسل مالك اكسل متقدم، فكمل بهذا المسار. مو غلط انك تعمل شيء ثاني قريب منه مثلا غير الكمبيوتر، مثلا دورات اداره اعمال موارد بشريه، فانت كثير في عندك افق واسع وبتعرف كيف توظف مهاراتك وتضيف عليها رد مهارات ثانيه وبمجال عملك. احيانا استاذ محمد الشخص قد ما كان عنده خبره بتلاقي في شخص يعني يمتلك من الخبره شيء جدا عالي بس ما عنده الامكانيه او القدره للتدريب. اليوم شو الشيء اللي بيخول شخص معين انه يصير مدرب او مدرب معتمد من قبل جهه معينه؟ يعني هي دائما الاشخاص بيسالوا عنا انه مين الاستاذ بالكورس؟ تمام. شو شهاداته؟ كثير بتهم الاشخاص المنتسبين او المسجلين بالكورسات. خلينا نقول لا
اول شيء كاعتماديه من جهه تدريبيه هي لها شروطها بيحددوها. تمام. بس انا كوجهه نظري كيف واحد بيكون مدرب ناجح، اول شيء يكون باله طويل. ببطء تماما، باله طويل بده يكون، لانه بده يتعامل مع ناس لليوم يمكن اول مره او ما بيعرف صراحه انه اول مره مسك الفاره عادي مو عين، بالعكس هذا شاطر انه اجى كسر الحاجز. فبده يكون باله طويل. مثلا بدك تعطي انت شغله لازم تكون ملم اكثر منها، يعني ممكن تنسال سؤال قبل الدرس، سؤال بسيط او سؤال مقصود يشوفوه معك ولا لا. صحيح صحيح. فلا يعني انا امتى بصير مدرب متمكن صراحه؟ بعد ما ألم بالمادة بدي أعطيها إلمام كامل وعندي قدرة على إيصال المعلومة بطريقة كتير سلسة. أنا كتير بيقولوا لي مثلاً أنت بتوصلنا المعلومة بطريقة الليلة والزب. حلو. أنه خلص بالأسلوب المبسط مبسط مبسط تفهم أعقد شغلة. هاي صراحة يعني فينا واحد يكتسبها وممكن تكون أنت برأيي شخصي يعني أنت مع فكرة المدربين اللي بيقولوا أنه أنا ما بعطي كل شيء عندي للمتدرب بترك نقطة لألي، او انت بتلاقي انه لا مفروض هذا متدرب جاي مسجل كورس مفروض ياخذ كل المعلومه كامله؟ هلا كامانه علميه ولا كامانه اي اي لازم اكيد اي شيء انساله اعطيه، يعني ما اخبي شيء اكيد، لانه حتى اذا لقيت هو بحاجه شيء وهو مو منتبه له لا لازم اعطيه. هو لحاله راح يتذكرني. اقل شيء اقل شيء بقول والله الاستاذ كريم بالمعلومه. تماما. اقل شيء. تمام. بدي ارجع شوي لموضوع الكورسات اونلاين. في اقبال من شريحه معينه او من فئه معينه، اليوم عم نتفاجئ بالمجتمع انه حتى الاعمار يلي بعدها مو مخلصه جامعه او سنه اولى جامعه عم تتوجه بشكل مكثف لهذا النوع من الدورات او للكورسات. اليوم بالنسبه لك اي فئه لمستها اكثر؟ وبرايك اليوم وين الصح اني انا ايمت ابدا؟ بعد التخرج، قبل التخرج؟ هلا هو اكثر فئه بصراحه هي المرحله الجامعيه، انه اثناء وهي بصراحه هون انا بشجع الطالب. لو ما عندك وقت بس فضي وقت، فضي لك ساعه نص ساعه بالنهار، يعني ما عم تقدر تيجي تحضر كورس، في كورسات مسجله على منصات يعني اذا مو مدفوعه في مجاني ولا باس، يعني محتوى جيد يعني. فلا يعني اغتنم وقت الدراسه تبعك، لانه بكره بس تتخرج حتكون عندك هم بدك تبحث عمل وما عندي خبره وما عندي. لا انت اثناء دراستك تكتسب خبرات ثانيه. فلا هلا في بعدين مو غلط بس حيلاقي حاله ما عاد فاضي، صار اذا بنقول الالتزامات اكثر. بالضبط. طيب قبل المرحله الثانويه لا، انت هون مرحله هون بدك تعطي يعني اكبر طاقه عندك لشفت انت لتوصل للجامعه للفرع اللي بدك اياه، فبدك تعطي كثير. حتى الشيء اللي بتتعلمه اثناء المرحله الاعداديه او الثانويه ما راح تعرف وين بيتوظف تماما، يعني ما بتعرف. مثلا انا تعلمت على اكسل مثلا كنت بالاعدادي، بس شو يعني شو بدي استفيد منه؟ ما بتكون واعي له ولا شو عم تعمل، ما في وعي انه وين بدي احطه. صحيح. وين بدي استفيد منه؟ بس لما بكون مثلا عم بدرس مثلا اداره اعمال فانا عرفت حالي هذا بيلزمني، فهون بقى بركز عليه اكثر. تماما تماما. صحيح. هو الفكرة انه حتى هاي المواضيع ما عادت بتقتصر بس على مثلا المشاريع او الشركات يلي هي بالاساس تنطلق من جانب معلوماتي. تمام. حتى مثلا اذا بدك تفترض محل بيع الالبسه اللي صارت تستخدم برامج مثل تطبيقات الامين والى اخره، بحاجة برمجيات. تماما. اليوم الشخص بس يخلص هاي الدورة شو التالي؟ شو الخطوة التالية؟ انا اخذت الدورة وختمتها، بعدين شو بعمل؟ شو انا مثلا تخصصي؟ شو دراستي؟ انا شو ناوي؟ وين التوجه تبعي؟ فبدي كمل. الكورسات ما بتخلص، العلم بحر. بس انا علي انه ارسم مسار وامشي عليه. طيب الشخص يلي هو ما عنده خوض بمجال معين وعم يطلب يتعلم اساسيات، شو الاشياء الاساسيه اللي المفروض هو على القليله على القليله يكون محيط بها؟ يعني حكينا بس تعلم انا عايز حطيت القاعده الاساسيه. تمام. انا هون بقى بشوف حالي وين ميولي او شو دراستي بتتطلب وبساعتها بتوجه. تمام. خلينا نروح للعطلة الصيفية هلا. ودائما يعني بصير عندنا وقت زيادة نوعا ما. اليوم انا كيف بقدر استفاد من الوقت المتاح؟ كيف بقدر كمان يعني ازيد خبرتي؟ واليوم شفنا محتوى يتعلق بهذا الموضوع. ألو. خبرنا شوية تفاصيل. هلا اول شيء نتوجه للاطفال، يعني انا اذا كأب وعندي اولاد معلش مرحلة ابتدائي سجلهم كورسات في شيء اسمه الروبوتيك او السكراش، هدول بيعلموا الطالب او الولد يعني الطفل الفهم البرمجي كيف، ما حيتعلم هو برمجه بس حيتعلم الفهم الفكر. تماما. الفكر البرمجي كيف، الخوارزميات شو المقصود فيها، بس طريقه الالعاب. تمام. يعني لدرجه انه بصير ببرمج لعبه كيف تمشي الحالات تروح على اليمين على اليسار، هي يعني هذا دخل اسمه الروبوت، يعني صار يعرف يبرمج روبوت ولعبه بس. تماما. بعد هيك فانا اذا عندي ابني خليه يتعلم معلش يفوت اي دوره، بس انه شغله وقته بشيء مفيد
هو الحلوى بصير بيعرف الميول تبعه خصوصا البرمجه. يعني هي بصراحه شايفين احنا كل شيء راح التوجه الاتمته خصوصا هلا لما طلع الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي والتطور بيكون مخيف تماما فالتسارع رهيب. فخليه من هلا يعني حط له هيك رجله باول الطريق بعدين هو يكمل احسن ما الاقيه ملتهي على اليوتيوب على شيء تماما. هي فكرتي انه اليوم بعض الاهالي وقت يشوفوا في تابلت بيد ابنهم او الى ما هنالك من الوسائل المتاحه تليفون والى ما هنالك بيشيله بطريقه تبع انه لا بعد بكير. اليوم انا هي كيف بدي اوظف هي الحاله بطريقه ايجابيه ضمن هي الكورسات وضمن هذا التوجه اذا بدنا بالضبط. اكيد اكيد الاهل بده يكون هنا عندهم توجه كيف انا اوصل ابني للطريق الصح. يعني ما امنعه منع. هلا انا ابني عمره 5 سنين بس انا لما بترك الكمبيوتر انا مامن صراحه بقول له بابا اطفي مثلا بس تخلص اعمل له اثبات انه لا تطفي لي انه اعمل له اثبات فخلص صار يعرف 5 سنين قادر يتعلم قادر بالعكس بيتعلم اسرع منه صراحه. صحيح صحيح. فنحن بدنا نعرف كيف نوجه بصراحه. هي من بين البرامج اللي خلينا نقول المتعلقه بمجال البرمجه او التقنيه اكثر شو الاصعب شو اللي بتلاقي صعوبه بشرحه على طريقه الفيديو او خلينا نقول على طريقه يعني انه هو محتوى عم ينتشر على السوشيال ميديا اجمالا انه في افكار بتحسها انه هي كثير صعب اني انا اشرحها بفيديو مفروض فيس تو فيس. لا بالعكس لانه هو انا في عندي مفهوم بدي اوصله اياه عن طريق الاكواد مثلا فانا وقت عم بكتب الكود عم اشرح ممكن استعين مثلا بالباوربوينت كيف مثلا فصل الامور اليه مثلا خلينا نروح مثلا على اكسل عم اشرح مثلا داله معينه فبروح بعمل ملف باوربوينت انه الداله شو الوسيطات تبعها شو عم يتغير فيها شو عم تطلب. فلا بالعكس يعني انا بالنسبه لي كل الناس بالبدايه الاولى مثلا بعمل مثلا كورسات اونلاين غير انه اليوتيوب بالبدايه بيكون متخوفين موضوع الاونلاين بس بعدين اخر دوره بيقولوا بالعكس يا ريت من زمان مجربين انه بالفعل انا اول شيء وفرت وقت المواصلات تماما اجره المواصلات انا قاعده بالبيت ما تلبكت باللبس شو بدي البس شو بدي اعمل قاعده بالبيت بأوعي بالبيت وحاطه سماعات وعم بدرس وفرت الروحه ورجعه قاعده هي فيها عم بدرس فبالعكس يعني انا لقيتها مجديه اكثر. صحيح هو يعني رغم كل المشاكل اللي عملت لها فيروس كورونا والحجر بالضبط انما كان في جانب ايجابي نوعا ما توظف بهذا المجال. اليوم ثقافه اذا بدنا نقول التواصل عن بعد اصبحت فعاله اكثر بالضبط عن طريق هي الكورسات وعن طريق هذا التوجه. بدي روح شوي لموضوع صناعه المحتوى. عم نشوف كثير صناع المحتوى وكونه حضرتك يعني ايضا من هؤلاء الشباب ببعض الاوقات عم نشوف اشخاص بعيدين عن المجال اللي عم يقدموه وبنفس الوقت حضرتك وايضا في اطباء والى ما هنالك عم بيقدموا مجالهم يلي عم يشتغلوه بالحياه او يلي اليوم بوجهه نظرك وين الصح وين الادق؟ بتتضايق وقت تشوف شخص ما خصه مثلا بالبرمجه وطالع عم يحكي برمجه اذا بيأثر على المجال اذا بدنا نقول اذا شاطر لا مو غلط يعني هلا على اليوتيوب مثلا في اعظم واحد بيشتغل على اليوتيوب ما اختصاصه مو برمجه كتخصص دراسي لا ما له علاقه الشاطر بهذا المجال يعتبر مرجع يعني ما في حدا بده يتعلم برمجه الا ما بيروح لعنده فما له علاقه انا شو تخصص الدراسي خصوصا بالمجال التقني هالامور هي انا كتركيز على المجال التقني مهم انت تكون شاطر بهذا المجال وعم تعطي بصدق وبامانه وعم توصل المعلومه صح فما له علاقه هلا ممكن تشوف انه مثل ما قلت ما له علاقه غالبا ما بيكون محتوى سوري لانه مثلا شافر في او عمل قناه جا مصاري فليش ما نساوي يلا قديش هي القصه بتشوش او نوعا ما بتسيء لفكره صناعه المحتوى حلو هلا بس اليوتيوب شو بيعمل لما بشوف المشاهدات اعلى على هذا الفيديو فبيرفعوا اكثر وقت نتائج البحث تمام فهي بتساعد كمان هلا هي كمان على الممارسه الواحد بصير لما بفوت على اليوتيوب لحاله بصير بيعرف انه هذا المحتوى جيد ولا يعني من البرومو تبعه من البدايه الدخله تبعه فبيبين انه والله تمام ولا لا أوه. طيب استاذ محمد يعني ما بدي اقول انت خليني اقول الطلاب عندك ممكن انه يكون في تعرض لمشكله انه مثلا خلينا نقول انه هذا الجهاز احدث من هذا الجهاز فما بيعطي هي الخاصيه او ما بيعطي مثلا امكانيه انا اني زور هذا الموقع او اني اعمل هي الحركه بما يخص البرمجه فبيجيك تواصل انه استاذ انت اعطينا هي الشغله غلط وكذا وهيك يعني بتتعرضوا لهيك مواقف نوعا ما المفروض اول شيء نحن ننبه انه شو هي المتطلبات الدنيا للجهاز عندك اقل من هيك بيشتغل بس حيعذبك خلاص انا من البدايه نهيت هذا الموضوع صار عنده مشكله بقول له والله مشكله يا عيني اكيد انه احنا تنبهنا لهذا الموضوع انه لازم يكون عندك مثلا متطلبات معينه انت فائده فاكيد ما راح تطلع بالشكل اللي شرحناه واللي لازم تكون النتيجه تمام كل الشكر لك استاذ محمد نورتنا لليوم وكل التوفيق لك ودائما بنعول على الشباب وعلى افكارهم وعلى اهدافهم اللي بتسعى لبناء المجتمع كل الشكر لوجودك معنا مره ثانيه شكرا لك استاذ محمد امين جاويش مدرب معتمد من قبل الجمعيه السوريه للمعلوماتيه نورتنا اليوم شكرا لك
وقتك ولمعلوماتك أيضا. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. فاصل صغير ومنرجع لنكفي معكم ما تبقى من فقرات حلقة دامسكو لليوم. ولهو مشاهدينا بتكون وصلت ساعة دامسكو لختامها. لقاءنا إن شاء الله بيتجدد بالحلقة القادمة مع ضيوف ومواضيع جديدة. ولا ينسوا يتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب إنستغرام وعلى الويب سايت الرسمي الخاص بقناة العالم سوريا. منلاقيكم بكرة بنفس الموعد. انطرونا وتبقوا بألف ألف خير.